avec l'OCTT et Liberté et Équité à élaborer comme ça un bilan de la torture telle qu'elle est pratiquée depuis la Révolution, mais aussi de toutes les entraves à la lutte contre l'impunité. Et à l'issue de cette année et demie d'enquête, on vient publier un rapport qui sort aujourd'hui, un rapport qui s'intitule « Vous avez dit justice, étude du phénomène tortionnaire en Tunisie ». À la fin de ce rapport, nous avons établi 29 recommandations au gouvernement tunisien pour améliorer la politique de prévention de la torture et de lutte contre l'impunité. حادثة 9 أبريل على أن موقف المنظمة الذي اعتبر أن الغاية من تفريق المتظاهرين ليست معاقبتهم وإنما تفريقهم فقط، فكانت الوسائل المستعملة تفوق وتتجاوز هذا الهدف. هذا من ناحية. أيضا نقف عند محطة ثانية من محلات التعذيب، وهي أحداث بير علي بن خليفة الذي أيضا تسارع العديد من عائلات الذين انتهكت أعراض أبنائهم وأجساد أبنائهم في زنزانة الداخلية للتظلم، سواء لمنظمتنا أو لمنظمة المنظمة الدولية لمراقبة التعذيب. ما أقف عليه في هذا الانتهاك هو عودة استعمال الدجاجة المصلية واستعمال الكهرباء وجملة من الأساليب الأخرى التي يأبى علي أن أكررها على مسامعكم، ولكننا سجلنا فيها شكاية أولية لوزارة الداخلية كمرحلة أولى كمنظمة نتظلم فيها من التجاوزات التي قام بها أعوان الأمن. تقف على تفصيل هام، وهو أن إدارة السجون لما تسلمت هؤلاء المساجين تحفظت على أن تستلمهم، وقد قامت بمعاينة على أنهم أتوا من وزارة الداخلية وهم في حالة تعذيب حتى لا تتحمل المسؤولية. هذا التحقيق، هذه الشكاية الداخلية أسفرت على تحقيق داخلي، وكانت دون طلبات المنظمة على أن تسفر على تحقيق خارجي. الفرق بين التحقيق الداخلي والخارجي أن الثاني يطالب بشكاية لدى وكالة الجمهورية وفتح تحقيق لدى القضاء لمحاسبة الجنات. يبدو أن وزارة الداخلية تريد أن تحاسب أعوانها داخليا. هذا هو الرد. محطتين أخرتين في أحداث ما بعد الانتخابات هي محطة الاعتداء على جرحى الثورة وعائلات الشهداء على سلسلة الاعتداءات التي تعرضوا لها. سأقف عند أهم محطة وهي الاعتداء أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والذي أثار أي أمام وداخل، شكرا، والذي أثار حفيظة كل الحقوقيين. حتى بعد 14 جانفي يعني تواصلت الظاهرة هذه، واللي مش ساهل باش يقع القضاء عليها بين عشية وضحاها، لكن حبيت نقول اللي لابد كل مواطن يشعر بنفسه مسؤول. معناها ينجم يتمثل هذايا في فضح التعذيب، في مساندة الضحايا، دفعهم للتشكي، خاطر الخوف مازال متواصل إلى حد اليوم. مازال برشا ناس ما يحبوش يشكيوا على التعذيب، وإلا يبداوا في الإجراءات ثم يعني يتخلقوا عليها، لأنه تصير ضغوطات من البوليس وتصير ضغوطات من أجل أنه الإنسان يتكتم على الشيء اللي يعني. الحقيقة النقطة هذه حبيت نأكد عليها، معناها ما نوصلوا في تونس نقضيه على التعذيب في اعتقادي إلا ما يصبح كل إنسان يشعر بنفسه مسؤول عن الوضعية هذه. كذلك يعني فما أشكال أخرى اللي ربما الإنسان يساهم بها، أنه يعامل المنظمات اللي موجودة. يعني منظمتنا أحنا مثلا اللي تركز ياسر على مساهمة المواطن في تمويلها، لأنه يعني المواطن كيف يعطي دينار ولا 5000 يكون ساهم في القضاء على التعذيب. هذه زادة مسألة حبيت نتعرض لها. قدوة على يوم
عظيم هذا اليوم وسنة تحية التعذيب، هل تنتظرون اعتذار من أعلى مسؤولي الدولة في هذا الموضوع والتزام رسمي وعلني كما الالتزام اللي عمله سيمونس مرزوكي رئيس المؤقت لضحايا فراك الساحل؟ هل تنتظرون التزام من هذا النوع يوم غد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالطبع هناك جانب سياسي أيضا يتعلق، هل سندمج الوقاية من التعذيب وتجريم التعذيب داخل نص الدستور أم لا؟ هل لديكم يعني اتصالات بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي في هذا الاتجاه؟ لأن ضمان عدم العود ليس دقحنك، هو التزام قانوني والتزام دستوري. هذا الجانب الثاني. وثم جانب ثالث أيضا كما ذكرت الأستاذة الفاضلة راضية نصراوي، أن التعذيب هو أيضا يجي في وقت ثم ثقافة للتعذيب، يقول لك هذاك مجرم يستاهل وما يسالش. هل لديكم خطة للتثقيف وللتوعية؟ لأن التعذيب كان أداة من أدوات الدكتاتورية، الهدف منه ليس استنطاق شخص ولكن إسكات شعب كامل. فاليوم الوقاية من التعذيب ينبغي أن تتحول إلى صمام للديمقراطية. هل لديكم أيضا خطة تثقيفية توعوية للمواطنين أن الوقاية من التعذيب لا تعني فقط الضحايا أو الضحايا المحتملين، ولكن تعني أيضا حماية الديمقراطية؟